فيما يتعلق ب هي نقطة مجرد نقطة نظام فيما يتعلق بالنقل الحضري بفاس. كما تعلم يعني الساكنة برمتها أن كاين مشكل حقيقي ديال النقل الحضري في فاس. وكنا قبل كنتوقع أنه مع الدخول المدرسي ربما يكون شي حل. لأن هذه المسألة ديال النقل الحضري طالت لمدة سنتين، وحنا لاحظنا بأن هناك شيء ما غامض في هذا الملف باش يبقى الملف لمدة سنتين بدون حل. وهذا الغموض هو مشترك ما بين الجامعة، بين المكتب اللي كيسير، وما بين وزارة الداخلية في شخص الولاية اللي كان هنايا. إن الحلول في الواقع هي كاينة، وحنا تدخلنا لأنه كحزب اشتراكي موحد في دورتين عاديتين، وهذا الشيء اللي شرط له بأنه حنا قدمنا مقترح ديال إدراج ملف ديال سيتي باس في المناقشة في جدول الأعمال. الخطرة الأولى وقيل لنا بأنه تجاوز المدة ديالها لأن هي شهر، وفي الحقيقة حنا هي هذيك في الحقيقة جبنا نيشان. ومن بعد تسنينا الدورة الموالية طرحنا أيضا هذا الملف هذا، وكان الجواب عفوا اسمحوا لنا راه ما انتبهناش بأن طرحتوه هنايا لهذ النقطة هذه لإدراج جدول الأعمال. إذا حسينا بأنه كاين شي حاجة. وأنا مؤخرا شخصيا تناقش مع المندوب الإقليمي ديال وزارة التربية الوطنية، وشار بأنه كاين تلاميذ كيتنقلوا من بن سودة ومن المسيرة ومن المرجة من ثانوية بنو عربي، وكيجيو يسجلوا من في سونتر في صلاح الدين الأيوبي وفي ليسي بن حزم ميكس. الاتصال ديالي مع دوك الآباء وداك الشيء لقيت واحد العدد كبير بأن ما قدوش يصيفطوا ولادهم إلى مسافة بعيدة، كاين غير الطاكسيات وكاين عليهم زحام كبير، معناه أنه هادو جالسين في الديور ديالهم وهذا خطير. وقلت هادو من النتائج ديال هذا الملف هذا. والنقل راه شي حاجه حيويه، لان كاين الناس اللي ما تيقدروش يمشيو للعمل ديالهم او تيمشي معطل، وكيلقى لي سانكسيون عقوبات وحاجه كنعرفوا هذا الشيء. وبالتالي حنا الملف حيوي، ولكن مازال حنا واثقين بانه هناك شيء من حتى هذا الملف غير بارئ. وفي الحقيقه هذا ما يمكن نقول لكم في هذه النقطه ديال سيتي باس، اذا كاين شي اضافه اخرى ماشي مشكله. شوف اقول لك شيء، هذا الشيء ديال الميزانيه اعقد ما كاين. انا في الحقيقه حنا بيناتكم كنت انا كنتمنى نلقى دي زيكسبير كونطابل يناقش معاهم الميزانيه باش يجي يناقش بجد. لان شوف اذا ما كانش الاختصاص الميزانيه غتبقى غير كتخبز مع راسك. واش فهمتوا حنا كنتحفظوا ما نقولوش شي حاجه اللي حنا ما مقتنعينش بها، وحنا كنعرفوا بان كاين ديفاي في الميزانيه، لا ديال التسيير ولا ديال التجهيز ولا، ولكن انتظرونا نوبه اخرى ان شاء الله. ما الى طول الله في العمر احنا بهذه الميزانيه خصنا نعطيو لها اهميتها، لانهما تقريبا تيكرروا نفس الشيء، وكاين تلاعب كبير فيما يتعلق بالميزانيه، ما كاينش براءه في المساله ديال الميزانيه. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.